بيض مسلوق بنحطه جوه اللحمة المفرومة وبعد كده بنقليه. الوصفة دي علشان نعملها عايزين لحمة مفرومة وبيض مسلوق، وعايزين بصل وملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب وبقدونس. عايزين ناخد اللحمة نحطها الأول هنا. طبعا حطينا زيت على النار علشان نقلي فيها اللحمة المفرومة. خلينا ناخد شوية بس مش كتير، ناخد اللحمة المفرومة والبصل ونحط بقدونس والتوابل اللي عندنا دي، القرفة وشوية جوزة الطيب وشوية بهارات وملح وفلفل. طيب هناخد دلوقتي حتة من اللحمة اللي عندنا ونحط عليها النايلون ونفردها. ناخد بقى البيضة اللي عندنا ونحطها هنا ونقفل عليها بالنايلون كده، بعدين نفك ونبتدي نشكل البيضة بتاعتنا. طيب أول حاجة هنعملها هنحطها في الدقيق ومن البيض على البقسماط فهنقليها على طول. طيب دلوقتي خلينا نعمل بقى الصوص اللي هنقدمها مع البيض بتاعنا. هنحط معاهم بصل وثوم نحط مع البصل والثوم الماسترد نحط انا مش عاملين كمية كبيرة فهنحط بس نص مكعب، بالذات كمان ان الماسترد فيها ليمون فيها ملح قصدي. هنحط دلوقتي الكريمة، تسيبها بس على النار شوية كده لغاية ما تتسبك الصوص مع بعضها. ناخد البقدونس وطبعا عايز يعني يبرد اكتر من كده قبل ما نقطعه، بس خلينا نقطعها كده علشان تبان من جوه.